إحصائيات قنوات المحافظة الجنوبية حتى منتصف عام 2021، 5000 شكوى وطلب. تنوعت مجالات الطلبات الواردة عبر البرنامج الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، وبالنسبة لإحصائيات البرنامج 54% اجتماعية، 17% أمني، 15% خدمي، و14% مجالات أخرى. وتلقت المحافظة عدداً من المكالمات والاستفسارات بلغت 2341 عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر، وعدد من الاستفسارات والمقترحات الواردة بلغت 1574 عبر البريد الإلكتروني. وشهدت القنوات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 80% في هذا الجانب، بالإضافة إلى عدد الشكاوى والمقترحات الواردة خلال المجلس الافتراضي منذ مطلع العام، حيث بلغت عدد 80 شكوى ومقترح. نسعى دائماً لتحقيق الأمن، التواصل والتنمية.